محمد الكروي شتا هو اللي حببك في الكوره؟ لا نشيت واحد من نجوم الاتحاد والاولمبي ولعب في الاهلي. الحاج شتا لعب سنه 36 وكان في التروماي وبعدين نادي الاتحاد خدوه. قعد في 36 من سنه 36 ل 53، بعد كده راح نادي الاهلي. هو في الفتره ديت جاب كاس مصر في الفتره دي، لعب اولمبياد 48. كان الفصاحل طبعا محمد الجندي، والفصاحل دي موجوده بتاع 48، دوره 48. وهو بعد كده نهى حياته في نادي الاهلي، وبعدين في الاستقلال الفتره ديت جاء نادي الاولمبي. انا جيت في الفتره ديت الفتره دي بقى مين اللي بعنيه كده ان الولد الصغير وقتها مصطفى شتا ده هيبقى لعيب كوره؟ كان الوالد ولا كانت مدرسه الكوره اللي كانت في الاولمبي هنا؟ لا، هي المدرسه كنا الصراحه كان الكوره كان بتتعمل في الشوارع، كرة الشراب زمان. كان بتتعمل في الشوارع في الانديه الشعبيه اللي هنا. كنا بقى في السياله وفي حته ثانيه وحته ثالثه كنا بنعمله دوري وبنلعبه فيه والكلام من ده. بداوا ياخدونا احنا بالمجموعه بوري ومحمود بكر والمجموعه دي اللي انا قلت عليها، هم دول اللي تكون نادي الاولمبي في مدرسه الكوره. بعد كده بداوا يرمونا مجموعه لعبونا معظمهم في سنة 61 كلهم. سنة 61 لعبنا معظمنا، كنت أنا وأستعوذ بالله من أنا، وكان موجود محمود بكر وعز الدين يعقوب، وكان واحد اسمه تيتو الله يرحمه. وكان الخامس عز الدين يعقوب. فالخمسة دول رماهم، والبحر جسور عشان بحر جسور البحر جسور عشان لعبنا ماتش السكه الحديد وكسبناهم هناك 4 في ملعب السكه الحديد. وبدأ يبصوا لنا احنا وبقينا في نادي الاولمبي. ما كانش كان في خطوره ان هو ينزل يعني. فهو بدأوا يرموا اساسنا بعد كده. دخلنا بقى خدوني انا والبوري وعز والبحر في الدوره العربيه المدرسيه. وكان معانا عصام عبد المنعم من الاهلي وكان معانا واحد اسمه زعوة من الاهلي، وكان واحد الجون مع عصام عبد المنعم، عايز افتكر اسمه افتكر لك اسمه يعني. كان جون هو الاساس، وكان عصام عبد المنعم معانا. وكان مجموعه من نادي الزمالك، كان منهم احمد رفعت وفاروق السيد ومجموعه من المصري تيسير وحسان والمجموعه ديت. المهم ان احنا خدنا بطوله الدوره العربيه. حارس المرمى كان الكابتن عبد الجليل؟ لا، كانش كابتن عبد الجليل، كان عصام عبد المنعم ومعاه مصطفى عبد الله. مصطفى عبد الله كان جون، وكان جون نادي الاهلي كان موجود. وكان اللي معانا عايز افتكر اسمه، كان معانا عادل الجزار والطوخي. دكتور طه الطوخ. الله يرحمه. وكان معانا، طب عايز افكرك بسنة 62 الكابتن الكيحي. الكيحي لعبنا ماتش مع الاهلي هنا وكسبنا نادي الاهلي هنا، وكان فرقة نادي الاهلي يخض يعني وقتها. كان مين وقتها في الاهلي وقتها؟ كان صالح سليم وكان الشربيني وكان طه اسماعيل وكان سعيد ابو النور وكان ميمي عبد الحميد. كان ميمي عبد الحميد تقريبا. وكان المهم الماتش ده كسبناه 2-1. وكان التيحي هو المدرب، وكان بياخد 20 جنيه. كان بوفيتش في الاهلي بياخد 200 جنيه. حتى قال لك ابو 20 جنيه فاز ابو 200 جنيه. وبعدين بدأوا بقى يبصوا لنا بصة كويسة أو يصرفوا علينا، لكن بدأ بقى نادي الأولمبي الجويني يفكر في نادي البحرية. عايزين بقى في نادي البحرية وقتها الفريق سليمان عزت. ما هو ده بقى، هو بقى اللي هيبدأ يعمل، هو ده بقى اللي بدأ طفرة حقيقية في نادي الأولمبي. كل الألعاب خدنا بطولات، جاب بطولات كلها في هاندبول وفي الباسكت، وكان جايب كل حصل بصراحة. طفره كبيره في الاولمبي، طفره جامده جدا جدا جدا، وموفرين امكانيات وموفرين كله.
بدأ كده فكروا ان هم ايه كانوا بوفيتش ده المدرب.